السلام عليكم ورحمة الله. اليوم راه نشوف الكونفيغوراسيون ديال البروتوكول او اس بي اف. نخدمو على 3 روتور ار 1 ار 2 ار 3 افيك 3 ريزو لوكال ديفيرون، حسب الماسك ديالهم ديفيرون. الماسك ديفيرون على حسب الماسك جينيريك. اللي ما كيعرفش يحسب الماسك جينيريك ان شاء الله اليوم غنشوفوه حتى هو كيفاش غنحسبو الماسك جينيريك، وكذلك الكونفيغوراسيون ديال البروتوكول او اس بي اف. بالنسبه للزادريس اي بي ديجا دخلتهم باش نتفادى ما يكونش الفيديو طويل بزاف. غنشوفو هنا شنو عندنا في هاد الشكل. عندنا في الروتور ار ان عندنا الريزو لوكال ديال هو 172.16.1.16/28. عندنا في الريزو لوكال ديال ار 3 172.16.1.32/29. عندنا هنا في الريزو 1 عندنا 192.168.10.0/30. هنايا 10.8/30، هنايا 10.4/30. بالنسبة للروتور ار 2 في الريزو لوكال ديالو 10.10.10.0/24 اللي هو هذا هنا كما تلاحظوا. هنا البروتوكول او اس بي اف بحالو بحال الاو جي ار بي ولا الريب، هو يعني العكس ديال البروتوكول دو روتاج ستاتيك. هما هادو روتاج بروتوكول دو روتاج ديناميك، يعني ملي كنبغيو نكونفيغيريو او اس بي اف كندخلو لي ريزو اللي كيكونوا مكونيكتين معاه مباشرة، على عكس روتاج ستاتيك. روتاج ستاتيك في مثال الى خدينا ار ان روتور ان، في روتاج ستاتيك ما غنشوفوش لي ريزو اللي كونيكتي ديريكتومون معاه، غنمشيو لي ماشي مكونيكتين معاه مباشرة. بحال هذا الريزو لوكال ديال ار 2 والريزو لوكال ديال ار 3 هذا في ستاتيك، على عكس الاو اس بي اف. الاو اس بي اف لفترضنا عندنا الروتور ار ان، غندخلو ليه في الروتور ار ان هذا الريزو لوكال ديالو اللي هو 172.16.1.16/28، وغندخلو ليه الوان اللي كونيكتي مباشرة معاه اللي هو هذا 192.168.10.4/30، وغندخلو كذلك هذا اللي كونيكتي معاه مباشرة اللي هو 192.168.10.0/30. هذا بالنسبة ل ار 1. بالنسبة ل ار 2 و ار 3 كذلك هو مثال. ار 2 غياخد هذا اللوكال ديالو و غياخد الوان لي مباشرة معاه مكونيكتي، و هاد الوان كذلك لي مباشرة معاه مكونيكتي. بالنسبة ل ار 3 غياخد كذلك هاد لادريس ديال الوان لي كونيكتي معاه مباشرة لي هي 10.4، غياخد 10.8، غياخد كذلك 1.32 لي هادي. هنايا في الماسك ديفيرون غنشوفو كذلك كيفاش غنكالكيليو الماسك جينيريك على حساب هنايا كاين 28/30/29/24. المهم ندوزو الكونفيغيراسيون. نبداو بالروتور ار ان. اولا كونفيغير تيرمينال الكوموند اللي غنبداو نكونفيكيرو فيها نكونفيكيرو بها البروتوكول او اس بي اف هي الروتر. الروتر هنا في الروتر كتعطيك كاين اللي غتشوف هو العام هو الاي جي ار بي او اس بي اف الريب. الريب والاو اي جي ار بي او اي جي ار بي ديجا درت فيهم فيديوهات. هنا غنديرو الاو اس بي اف هو اللي قاعد لينا او اس بي اف. هنايا الرقم اللي غتعطيه هنايا كيقول لك الرقم على حساب السؤال، على حساب السؤال مثلا في الامتحان اللي غيقول لك عطيني اونتري واحد النومبر كوم اي دي دو بروسيسيس. ملي كيقول لك عطيني داك النومبر سواء كان 10 ولا 1 على حساب لي نومبر اللي كاينين هو من 1 حتى ل 65553. يعني هذاك الرقم اللي غتعطيه في الروتور الاول ديال او اس بي اف خاصك تعطيه في الروتور الثاني في الروتور الثالث. حتى لو كان عندنا مثلا 7 ديال الروتور غتعطيهم فيهم كامل، اي يعني غيكون رقم واحد مشترك. هنا ناخذ على سبيل المثال ناخذ ده. دونك هنا غندخلو لي ريزو اللي كونيكتي معاه مباشره كوموند نتورك. نتورك اول ريزو كونيكتي معاه مباشره غناخذو اللوكال ديالو. ريزو لوكال هي 172.16.1 1.6.1
ماسك جينيريك ديالها اللي هو يكون على هو 255.0.0.0.15. حنا غنشوف كيفاش حسبنا. هنا كنديرو اريا اريا 0 هاد اريا هاد اريا حتى هي على حساب السؤال اللي غيعطيك. غيقول لك مثلا اعطيني الاي بي دو زون بوغ بارامتر او اس بي اي، اعطيني مثلا 0 كوم اي دي ولا 1 كوم اي دي على حساب السؤال اللي غيعطيك. حنا غنخدمو بزاف. اوكي النيتورك الثاني عندنا 192.168.10 نيتورك 192.168.10/30/30 اللي هي الماسك جينيريك 0.0.0.3 اريا 0. اوكي باقا لينا الثالثة اللي غتكون هنايا 10.4 اللي هي هادي حتى هي سلاش 30 يعني الماسك جينيريك ديالها هو 3. حنا غنشوفو كيفاش غنحسبو الماسك جينيريك. اوكي هادي الكونفيغوراسيون ديال اوس بي اف هي هادي اللي كاينة اللي غتكون ولا اللي غنحتاجوها في الروتور الاول. ان دبل في باش كنسجلو ولا كوبي ار اس. نشوفو الماسك جينيريك في المثال اللي كانت عندنا سلاش 30. سلاش 30 هي 255.255.252. كيفاش غناخدو الماسك جينيريك منها؟ غنحطو 255 اربعة المرات غنقصو منها هاد الماسك ديال سلاش 30 على هاد الشكل. عندنا 255 هادي ديما كتكون فيه كتحطها ديما كنقص منها الماسك اللي عندك في المعطيات. عندنا سلاش 30 كتعطيوها هي 252 في الاخر يعني غتبقى 0.0.0.3 هادي هي اللول. غنشوفو المثال الثاني. المثال الثاني اللي كان عندنا سلاش 25. سلاش 25 هي هاد هي سلاش 25 هي 255 كناخدو هادي اللي كنا قديمة فيكس الماسك كومبليت كنقصو منه الماسك اللي عندنا هو سلاش 25 اللي هو 255-128 كتعطينا 127 هذا هو الماسك الجينيري. ناخذ مثال اخر بالنسبه لك كانت عندنا سلاش 28 عندنا 200 كنديروا 255 كفو ناقص الماسك ديال سلاش 28 اللي هو 240 على فكره. دونك غتكون هي بوان كان هذا هو الماسك جينيري. ناخذ مثال سلاش 29 اللي هي 248 مفهوم كنظن ساهل هذا الماسك جينيري الحساب ديالو. خاص غير تحول تعرف تحول من هذه لهذه من سلاش 29 تحطها على شكل 255 وتكالكيلي هاد الاخر ديال 255 ناقص 248 7. دونك هذا هو الماس جينيريك. هادو هما لي زيكزامبل ديال الماس جينيريك. اي مثلا كان سلاش سي صافي عندنا هنا سلاش سي اللي هي غتكون هنا 0 هنا 0 شنو غتكون هنا هو الماسك جينيريك ديال سلاش سيت هو 0.0.255. نرجعو نكملو الكونفيغوراسيون. ندوزو الكونفيغوراسيون ديال الروتور ار2 سيسكو نيبل. دونك كونف دي كونفيغوراسيون هنا الروتر او اس بي اف ان نيتورك لي ريزو كونيكتي مباشرة مع ار2. غنبداو بالريزو لوكال ديالو هو 10.10.10.0. الماسك جينيريك ديال سلاش 24 اللي بغا يسهل عليه عاوتاني الخدمة كاينة طريقة اخرى
يكالكلي الماسك يحطه هنا حدايا مباشرة، علاش كذا؟ ياخذ ماسك جينيري باش ملي يدخلو يدخلو مباشرة، مثلا سلاش ترونس هي 0.3 هادو غير باش كتسهل عليك الخدمة، أما في حسبتي مباشرة راه سيميل. مثلا عندنا سلاش 29 اللي هي 248 تحط الماسك هنا، حتى ملي كتبغي تدخل ليزادريس ليزادريس اي بي في الاول في الكونفيكوراسيون كتدخل مباشرة كتهزي لي كوبي كولي في الانترفاس هنا وهنا، الانترفاس ديال الروتور وفي البيست في الادريس في الماسك ديال البيست. بالنسبة للماسك جينيريك كتحس بيه كتكالكيليه كتخليه، ملي كتهزي كونفيكوري في الاو اس بي اف كتحط كتدخل ليه حتى هو مباشرة. نرجع للكونفيكوراسيون قلنا 10.10.10.0 الماسك جينيريك ديال 24 هو 0.0.0.255 هنا قلنا اريا اريا على حساب هي لا زون اللي غنخدمو فيها لا زون 0 كونتري. عندنا الريزو اللي كونيكتي مباشرة عاوتاني معاه اللي هو من غير لوكال ديالو هو الوان هذا اللي هو 192 هنا مكنعطيوش كيما كنعطيوش لادريس ديال لي زانترفاس، مثلا تكون بوان ان ولا بوان دو ديما ادريس ريزو، ادريس ريزو كيما كتلاحظو دونك 0.0.0.3 حتى هي كذلك لا زون زيرو اريا زيرو اونتري نيتورك الريزو باقي لينا مازال واحد اللي هو 10.8 هنا هذيك 10.8 نفس الماسك جينيريك ولكن الماسك جينيريك هو عفوا 198.10.8 الماسك جينيريك ديال سلاش 30 هو بوطرو على فين اريا زيرو اللي دخلنا في هاد في الروتور دو هي هادي وهاد نيتورك وهاد روا هادي غير ديال الميساجور كيعرف بان هاد كنا كونفيكرينا في الاول هنا الاو اس بي اف هنا ملي كونفيكرينا داز بيناتو عرف بان كاين واحد هنا ملي غنكونفيكرو هنا ملي غنعطيو هاد غنعطيو الاو اس بي اف ملي غندخلو ليه هاد نيتورك غيدوز واحد الميساجور بحال هادا بحال هاد الميساجور هاد الميساجور هذا غيقول لك انه عرف هذا وشويه غد من غنكون نعطيو هذا هاد لادريس غيدوز اوت ميساجو ديال الروتور لاغ دونك هادي الكونفيكوراسيون ان يعني رايت سجلنا باقي لنا الكونفيكوراسيون في ار 3 الروتر كتقول لي البروتوكول اللي باغي نخدم هو او اس بي اف نيميرو دو بروسيس 6 هو ان اوكي نيتورك لي ريزو كاين طريقة اخرى الى بغيتي ما تجيش للشكل تخدم مباشرة هنا حنا غنعاودو هنا اكزيت بولي شيو اي بي روت عفوا شو اي بي روت هنا ما غنحتاجوش للشكل مثلا غتخدم مباشره من خلال المعطيات هاد اللي كونيكتي مباشره من عندنا هذا سي يعني كونيكتد هنا عندنا السي كذلك كونيكتي مباشره من هنا السي كذلك 10.4 هنا 10.8 كونيكتي معاه مباشره هنا السيريال مين اللي كونيكتي مين كونيكتي معاه هاد اي ديريكت كونيكتد مع هاد لي سيريال دونك غنديرو غندخلو مود بريفيليجي كونفيكري اوكي هنا غنقولو ليه الروتر او اس بي اف ان بروسيس هنا غتعطيه نيتورك هادي باش ساهله
غادي غتكوبلو كتكولي مباشرة. كوبي كوبي بار. هنا شنو عنده هنا؟ 175 سلاش 1 32 هادو سلاش 29 اللي هي هاد سلاش 29. لكن سلاش 29 هي 248 اللي هي الماسك جينيريك 0.0.0.7. دونك ندخلوها 0.0.0.7. دونك عشان كنعطيو لازون اللي غيخدم فيه يعني المنطقة ديالو اريا 0. اوكي ندوزو التانية نيتورك. نيتورك ولا غير ان ان كافية باش كندخل. المهم نيتورك نعطيو التانية هي هادي اللي كوبي باس 192. رجعو باش كنشوفو 190 160 10.0 اللي هي هادي 10.4 تاخد اللي هي هادي. هاي كونيكتي معاها مباشرة. في الأولى كانت عندنا 1.32 اللي هي هادي ديال ريزو لوكال. اللي باقا لينا هي هادي اللي غندخلو ليها في طروال ديال دي. دونك 0.0.0.3. علاش بوان 3؟ حيت اللي هي الماس جينيريك ديال سلاش 30 اريا 0 يعني نفس المنطقة اللي غيخدمو فيها كل مال. دونك ها الميزاجور اللي قلتلكم غادي يدوز يعني هذا عرف هذا عرف خد ميزاجور من خلال البروتوكول اللي كون فيه من خلال الكونفيغراسيون اللي ولد درناها يعني عرفوا في هاد لاين. حتى ملي غندخلو هادي غيدوز ميزاجور. دونك هنا غنشونجيو غير هنايا هي التويت اللي هي هادي اللي هي هادي واللي هي هادي هنايا في الشكل. اما كتدخل مباشرة بشكل اما شو اي بي روت وكتافيشي مول تدخل مباشرة من خلال عاوتاني كتهزم من الكوبي كولي كتدخل دونك كونتري. هنا دازو هنا عندنا كونفيكرينا لي تروا دونك اند ها الميزاجور ها الميزاجور تحت هي دازو ديال هاد لالين. هادي الميزاجور ديال هاد لالين هادي الميزاجور ديال لالين. دونك هنا بقى لينا غير البينغ. غنبينغيو من البي سي نشوفو كونفيغراسيون واش صحيحة مثلا بي سي 2 البي سي 0. دونك مرات بنجاح سكسيسفول سكسيسفول. من البي سي 1 نحيدو التخربيق من بي سي 1 البي سي 0 كذلك من بي سي 2 للبي سي 1. دونك الكونفيغوراسيون هي الكونفيغوراسيون بسيطة جدا وسهلة غير الحساب ديال في الاول من الاحسن في الاول تعطيه هنا الماسك تحطيه هنا قدام مباشرة تحط ماسك جينيريك مباشرة تحط لادريس بسلاش ديالها هي مباشرة هنا كيبقى لك غير كتدخل مباشرة من الشكل. شكرا على تتبعكم والى اللقاء في فيديو جديد ونتمنى يكون الفيديو يكون شرح مبسط ولا كانت شي ملاحظه ولا شي حاجه كومونتير وشكرا.